غنى للمرة الأولى عندما كان عمره 7 سنين، كان على مسرح ذا فويس، المسرح الأول اللي وقف عليه وغنى عليه مع مسامع المدربين. الطفل زين عمار صاحب الموهبة الاستثنائية، والموسيقى الطربية هي المفضلة عند زين. للفنانة الراحلة صباح والفنانة نانسي عجرم مكانة خاصة عنده. أكيد بدنا نرحب بزين عمار. صباح الخير يا زين. صباح النور. كل عام وانت بخير. خلص فيك تحكي على المايك لك معلق بصدرك بس هتغني فيه. صباح الخير وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير. احنا اكيد اليوم كتير مبسوطين بوجودك معنا. رح نبلش هيك نحكي شوي وبعدين ننتقل نغني. اكيد بدنا نرحب بعازف الأورجيا اللي مرافقك. صباح الخير. سعد صباحك. مرسي وعليك. زين خلينا هيك نحكي، كيف قدمت على ذا فويس وكيف بلشت وفتت فيه ونجحت وفتت مع فريق نانسي؟ وخلينا نحكي هيك قد ايه حلو، شو قدم لك هالبرنامج؟ هو انا بالحقيقه اني انا كنت بالمدرسه فكنت ماني متشجع كثير لحتى اغني، وكنت انه شوي كنت خجول وهيك. فكنت وقتها حصه موسيقى فصرت ارسم. فالأنسة وقتها قالت لي إنه ليش حاب ترسم، إنه حصة موسيقى، فعاقبتني قالت لي إنه طلع غني. فوقتها لما طلعت غنيت وقتها مو متذكر كتير يعني، بس وقتها غنيت فعجبها صوتي، فوقتها صرت تقدم لي على الرواد بس ما قدرت لأني كنت رابع. فوصلت لما بعرف المستوى بس يعني، بس ما نجحت على القطر يعني لأنه بعدني رابع بس صير خامس. بعدك صغير لأن فبعدها قدمت لي على ذا فويس ونجحت وصرت بفريق ناسي واخترتها. احيانا العقوبه، شفت ما احلى العقوبه شو بتعمل. طيب ليش بتحب الفنانه الراحلي صباح؟ بصوتها بالنغمه بتجنن، انه يعني انا كثير انه اغانيها كثير حلوه وهي فنانه كثير راقيه وبتحب الحياه. شو بدك تسمعنا يا زين؟ سمع غناية لرصيف زيتون منه شرط. جاهزين؟ نبلش؟
يا الله نعم زين اكيد. بس هيك خلينا نحكي شوي عن عيلتك وعن دعم عيلتك، بدنا نوجه تحيه لوالدك اللي موجود معنا. خلينا هيك نحكي كيف دعموك وكيف رافقوك، كيف يعني بعد ذا فويس تابعت وعم تتعلم، عم تاخذ دروس موسيقى او لا؟ هلق انا عادل صدرك خلص. انا ايه عم يدعموني ماليا بكل شيء، يعني حتى غنائي مع بابا ما بيقصر معه، بياخذنا معاهد كثير. وانا اسه عم بتدرب وبدي يفاجئ الكل يعني بصوتي بقوتي. حابب تتدرب على آلة ولا بس تغني؟ هلق يعني بعرف اللي بيغنوا لازم دائما يكونوا بيعرفوا يعزفوا على آلة. هلق بابا قرر انه عود لانه انسب لإلي، كأن بغني لاني بغني شرقي اكثر، وبعده اني انا لاني بحب الجيتار يمكن اعزف بعده جيتار يعني. ان شاء الله بتصير فنان كثير كبير. خلينا نسمع منها غنية ثانيه، شو بتحب تسمعنا كمان؟ كده يا قلبي. كده قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسيبني وحدي بالحياة والدنيا دي كده كده. مش هلمسك
كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يمت روح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح. برافو يا زين، يسلم هالتم يا زين. نعم زين، من بعد ما جيت من البرنامج وهيك، كيف لقوا لك رفقاتك واهل الحاره وبالمدرسه؟ هيك صاروا يعرفوك ويقولوا لك انه غني لنا وهيك؟ هلق كانت كتير فرحه كبيره يعني، وهن كتير انبسطوا كمان. ووقت ما رجعت من المدرسه حملونا على ظهرهم كتير كانوا يعني فرحانين فيه. ايه كثير كان في فرحة كثير كبيرة. صاروا يقولوا لك فينا نتصور معك سيلفي وهيك؟ هلا نحن عندنا المدرسة بالمدرسة الموبايل ممنوع. برا 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 المدرسة. ايه اكيد. والصبايا صاروا يجوا يقولوا لك بدنا نتصور معك؟ اكيد. طب بعد ذا فويس صرت تعمل حفلات وتغني مع الحارة ورفقاتك، بس صرت معروف؟ ايه صار يجيني كثير شغلات كثير وحفلات. ايه برافو عليك زين. زين يعني كده يا قلبي كانت هيك نمنا شوي فيها، بدنا نرجع هيك نغني شي لسوريا. طيب وافقت؟ اوكي اوكي يلا تفضل. عشام خدوني وأحبابي فرزوني، سوريا راجعة وشايفة بعيوني، عشام خدوني وأحبابي فرجوني، سوريا راجعة وشايفة بعيوني، سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم البير والأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلق اسمه المجد بينطق، سوريا بيتعلق هي أم الحنوني، وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم البير والأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلق اسمه المجد بينطق، سوريا بيتعلق هي أم الحنون، عشام عشام
زين يعطيك الف عافيه ويسلم هالتم يا زين. بدك تقولوا شيء؟ لا خلص. طيب زين، بعد ما خلصت المدرسه ونحن بالصيف وعطله، شو في عندك هلا شغل او حفلات او عم تحضر لشيء؟ عندي كثير حفلات. عندي بسوريا. موفق حبيبي، موفق. زين اكيد نحن كثير مبسوطين فيك، وهيك بنتمنى نشوفك خطوه بخطوه بس تكبر شوي واصل للعالميه ان شاء الله. واكيد هيك اشتغل اكثر على الموسيقى وضل استمر فيها، وبرافو عليك. شكرا كثير حبيبي. شكرا لك زين، ان شاء الله هيك بنستقبلك، يا رب تصير فنان كبير ومشهور. شكرا كثير لك.